السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو احنا عندنا منطقة زي دي غير منتظمة وعايز أبدأ أعمل لها سور، فهاجي أقول له أنا عايز أرسم ريلينج، تمام، سكتش باص، وأبدأ أرسم عليه خالص، تمام أهوت. ولما تخلص أقول له أنا موافق. هو طبعا بيرسمه على ليفل 1، طب إزاي أخليه بقى يلتزم بديت؟ بس خلاص كل اللي انا اعمله ان انا هعمل عليه سيلكت واقول له بيك نيو هوست واختار الهوست دوت، فهو يبدا يراعي الارتفاعات في الشغل كله بالشكل دوت.